السنة الكتب السنية هي مو كلها مع الحلبوسي، ضد الحلبوسي ومع شوية الحلبوسي ومع شوية والجهة الثانية، وبالتالي ما حدث هو حالة صحية. ليش ما يتقبلها البعض؟ يعني ليش ما تتقبلها؟ شنو يعني مجلس النواب، رئيس مجلس النواب حكر للحلبوسي؟ شنو منين جاب الخلفة؟ أعلى مقاعد أبدا. أي واحد عنده مقاعد. لا هكو هي قضية، لا أستاذ عودة، هي لا قضية استحقاق ولا قضية. أنت اليوم ترشح أشخاص داخل قبة البرلمان الكتل السياسية قناعتها. أنا اليوم أرشح أصوت للشعلة، أصوت إلى المشهدان، أو أصوت للعيساوي، هذا قناعتي. أما أنه راح نتفلسف وإلا الحلبوسي يخلني، لا أقول لك الحلبوسي من هل سأقول لك لا تقدم مثل مراسل بس الواب العالم. هاي شنو؟ أكو شخص ثاني راح يصير مراسل بس الواب. خل أحكيك يا عبد الأخير. إيه منو؟ زين؟ أحكي لي يا والله. أنت بعدين أقول لك، أنت ما أقول لك، كل مرة أقول منو منو. يقول لك استاذ شرقي، يقول لك السيد المالكي، يعني ممكن شخصيه تمثل السيد المالكي وهو ليه ما يصير. لا هذا شوف، هذا باوع، شوف هذا يعني، هذا يعني للاسف الشديد يعني احترام لك السيد رائد، يعني هذا ما يليق بك حضرتك. اولا انا اليوم لا رأيي. اليوم اتفق مع الديمقراطية. ها رأيي هذه هي قناعات. انت ليش تاخذها انت ليش تاخذها بجانب المؤامره؟ ليش تاخذها بجانب هاي القناعات؟ انا اليوم مقتنع بالدليمي، انا اصوت الدليم، اكو مشتركات بيني وبينه. الشخص الصار ما عنده مشتركات فيها، هاي قناعات يعني. اي حلو، كانت القناعات ماشيه بس التليفونات غيرتها. حتى شنو هذا؟ هذه مو قضيه استاذ عبيد. انت بس